قناع فضلات الطيور. ايه؟ يا دي حاجات انت ما ينفعش تستخدميها. ليه؟ الحلوين اللي زي هيدي بيحطوها على وشهم. ليه؟ ليه؟ وهي حلوه كده وعينها مغدره لوحدها. من فضلات الطيور؟ ده في اليابان. اليابان بقى بياخدوا فضلات الطيور ويطحنوها؟ بيعملوا فيه ماسك للبشره. الطائر ده اسمه البلبل. اصل اللي انا اعرفه عن البلبل انه صوته حلو. ايوه البلبل صوته حلو طبعا، لكن بتبيعه حلو. يعني هي فضلات ومخلفات الطيور بياخدوها في اليابان ويعملوا بيها ماسك، بس اكيد بيعالجوها يا بدري، يعني اكيد بيجففوها ويطحنوها وينظفوها من ريحه وكده، وبعدين يعملوا زي طمي البحر. قالت النقطه بتاعتي كما لو اني عويله ما اقدرش اقولها. ايه ده مكتوب لك؟